السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد تيمات شاني هانتر من تجمع بوكيمون العربي بسيرفر ديسكورد. طيب، هذا الفيديو حنسوي فيه شيء جديد. هذا كان الغرض من اني انا اصلا افتح قناة يوتيوب واعمل فيديوز تعليمية عن بوكيمون، وعن هو كان من اجل يعني شاني هانتنج وتعليم الشاني هانتنج. بسوي الان درس عن ال RNG Random Number Generation لجن 3، اوكي؟ وهذا حيكون على لعبة بوكيمون فاير ريد وبوكيمون ليف جرين تحديدا. يعني تقدر تسوي هذا الشيء ايضا في بوكيمون روبي اند سافاير واميرالد، بخصوص ايضا انهم كمان جن 3 يعني. فنحتاج هاردوير، اوكي، عدة اشياء ممكن ما تكون متوفرة عند البعض، لكن اللي متوفرة عنده يقدر يسوي هذا الشيء، اوكي. هذا الفيديو حستخدم فيه الاميوليشن او الاميوليتر، باني انقل السيف من NDS او كارتريج نينتندو دي اس الى بي سي، السيف فايل والروم ايضا، وحشغلهم على فيجوال بوي ادفانس خاص معين، ما هو فيجوال بوي ادفانس عادي مثل اللي تعرفوه انتو اللي هو حق الاميوليتر العادي. فالهاردوير اللي نحتاجه اول شيء هنحتاج بي سي، طبعا هذا بي سي حقي. هنحتاج لعبة فاير ريد اصلية، طبعا هذا اللي يجمع الالعاب، تقدر تنزل هذا الروم من اونلاين وتقدر تستخدمه في هذا بهذه الطريقة، بس يكون الروم ما يكون نظيف، يعني الروم ما يكون خربان او في شيء، بس عشان تضمن ان الروم نظيف تجيبه من 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 لعبتك الاصلية افضل، تقدر تسحبه باستخدام R4i في برنامج اسمه GBA Backup Tool. تقدر تاخذ السيف ايضا تحطه على البي سي وبعدين ترجع مره ثانيه الى نسخه الكارتريج في اي وقت تبغاه، اوكي. وبعمل فيديو بعدين يعلمك هذه الطريقه كيف تسويها باستخدام طبعا برامج داخل R4. طيب، نحتاج طبعا مايكرو اس دي كارد عشان نحطه بالR4، ونحتاج ايضا NDS، لازم يكون عندك نينتندو دي اس لانه عندك فيه فتحتين، الفتحة الأولى الخلفية اللي هي حق R4 أو ألعاب DS عموماً، والفتحة اللي تحت اللي هنا المدخل، هذا مدخل ألعاب Third Generation أو ألعاب Game Boy Advance. ونحتاج أيضاً قارئ SD أو قارئ Micro SD Card عشان بعد ما نأخذ المعلومات من الكارتريج ونحطها على R4 والMicro SD، نأخذ الMicro SD ونحطها في قارئ SD ونحطها على PC عشان نقدر نقرأ هذه الفايلات. ايضا نحتاج طبعا هذا الفولدر حق الثيرد جينيريشن RNG مضبطه لكم. عندكم البرامج اللي نحتاجها فيجوال بوي ادفانس RR، ونحتاج حاجه اسمها RNG ريبورتر، هذا البرنامج اللي يورينا كل فريمات اللعبه والسيدز ويورينا الميثودز اللي احنا نصيد فيها باستخدام RNG. نحتاج بيكا هكس لاستخدام شريف، طبعا انا ما استخدم البيكا هكس لاني اغير الستاتس حق البوكيمون او اني اعمل جينيريشن لاي بوكيمون ما يكون من اللعبة أو من نفس فريمات اللعبة أو من نفس السيدز حق نفس السيف فايل حق اللعبة. أي شيء جنريتد بي بي كي هكس ممكن يكون ليجل عادي، أوكي، لكن أنا لغرض هذا الفيديو فقط هستخدم البي كي هكس عشان أشوف فقط الاي فيز حق البوكيمون حقي بسرعة، وعشان أيضا أشوف السيكريت اي دي، أوكي. عندنا تي اي دي اللي هو موجود على بطاقة اللاعب حق البوكيمون، وعندنا ايضا السيكريت اي دي اللي ما تقدر تشوفه انت، لازم تستخدم برنامج مثل بيكا هكس، في برامج اخرى تبين لك عشان تعرف بس وش الاي فيز بسرعه، بدل ما تستخدم رير كانديز وتستخدم مثل كيد كالكوليتر. متعب صراحه الشيء هذا، انك ما عندك رير كانديز بذات اللعبه فما عندك تعرف الشيء هذا. هنستخدم ايضا الجي بي اي باك اب تول، هنحطها داخل المايكرو اس دي حق الان دي اس، وحنستخدم ايضا سكريبت خاص معين لبوكيمون فاير ريد اند ليف جرين، يوريك الفريمات فريم فريم. تقدر توقف الفريمات باستخدام الري ريكوردينج في الفيجوال بي ادفانس الخاص هذا، وتقدر ايضا تعرف الاي فيز حق الوايلد انكاونترز، اذا عندك انت وايلد انكاونتر قابلته يوريك اياه بسرعه، يوريك كل شيء. هذا السيف حق السيف ستاتس، هذا الفايل في سيف ستات، انا عامل هنا سيف ستات قبل، فبصراحة بمسح السيف ستات هذا وحنعيد التجربة مرة ثانية. أنا كنت بس باخذ تجربة بسيطة عشان أتأكد أني أنا مسوي كل شيء صحيح. هذا الرمز اللي أنا نقلتها already من الـ
فايلات حق الكارترج حقي. هذا الروم حق فيرجن 1 بوكيمون فاير ريد. فيرجن 1 دائما يقول لك في النهايه 00 ان هذا اللعبه الاصليه. نزل 2 فيرجنز من فاير ريد وليف جرين، فيرجن 1 وفيرجن 2. فاير ريد فيرجن 1، فاير ريد فيرجن 2، وفاير وليف جرين فيرجن 1 وليف جرين فيرجن 2. فيرجن 1 فاير ريد حتلاقيه مكتوب 00، وفيرجن 2 فاير ريد مكتوب 001. اوكي، ونفس الكلام بالنسبه لليف جرين. انا عندي هنا فيرجن 2 عشان كذا حاط لي 01. اوكي، لان فيرجن 1 حيكون 00. فما في ما ما في اختلافات كثيره، لكن الجلتشات اكثر في النسخه اللي هي 00 اللي هي فيرجن 1 من اللعبه. طيب طبعا هذا في ملف لوا سكريبت، ما له داعي، ما حنسوي فيه شيء الان، بس انا حاطه كذا. وهذا الباتري سيف فايل، طبعا انا عندي سيف فايل جاهز. السيف فايل هذا فيه جبت النمبر حق التي اي دي اللي هو الاي دي حق اللاعب الموجود على البطاقه، وجبت السكرت اي دي باستخدام بيكي هيكس، طبعا الاستخدام الشريف لبيكي هيكس. اوكي، الان نبدا الدرس حقنا. نفتح بعد ما نقلنا الرومز ونقلنا السيف فايل باتري. السيف فايل الباتري ما هي سيف ستات، ما يمديك تحول السيف ستات اللي هو sgm.sgm فايل، ما يمديك تحوله الى سيف ستات. لازم تخزن باللعبه بشكل طبيعي سيف داخل اللعبه عشان يتخزن في الباتري حق الجهاز. طبعا الفاير ريد وليف جرين ما فيهم بطاريه. لو في بطاريه وتكون البطاريه ميته مثل جينيريشن 4 وجينيريشن 3 روبي سافاير ايميرالد، تكون احيانا البطاريه دراي ميته. البطاريه هذه لما تكون ميته يكون السيد واقف، ما يمديك تحرك السيد. كل الناس يقدروا يجيبوا نفس هذا السيد بس بسكرت اي دي وتي اي دي مختلف. ما في مشكله في هذا الموضوع انهم يلعبوا على سيد واحد، حيكون اسهل الار ان جي من الجهاز بدون ما انك تستخدم يعني سكريبتنج وكمبيوتر. انا الحين فقط لغرض اسهل الار ان جي على المبتدئين عشان بس يفهمون الموضوع، انا حستخدم هذه الطريقه بالاميوليشن. اوكي، برضو ما تعتبر سهله يعني، لكن مع التدريب حتلاقي نفسك انت مسترتها. نبدا الان الفيجوال بوي ادفانس حقنا، نفتحه، نكبل السكرين هنا عندنا، ونفتح الروم اللي احنا جبناه. طبعا موجود في ملف رومز في الديسكتوب في الجينيريشن في الجين 3 ار ان جي، الملف اللي سويته لكم عملت روم، وحنفتح الان روم حق فاير ريد. اوكي، الروم حق فاير ريد نمشي فيه شو اسمه لين هنا نوصل عند البريس ستارت اللي هي المنيو سكرين. هذه هنا المنيو سكرين تتحدد فيها السيدز حقك. لو انا مثلا فتحت الحين هذا البرنامج بدك تحط فيه لوا سكريبت، السكريبت اول شيء تعمل ديبوجينج، اول شيء ديبوج. الديبوج هذا يوريك الانيشال سيد حقك. الانيشال سيد هي اول سيد يتحدد فيها البوكيمونات اللي موجوده في اختيارك للسيف فايل. السيد هذا يتغير كل مره، عشان كذا لما الناس يسووا سوفت ريسيت احتماليه ان الشاني يجي في كفرامات فريمات قريبه عند وقت الاستلام او وقت المواجهه للبوكيمون. لما بتواجه مثلا ليجندري بتحاول تستلم بيضه او تستلم بوكيمون ان جيفت جيم من شخصيه من الام بي سيز اللي موجوده او الشخصيات اللي داخل اللعبه، تقدر تجيبها شاني بالسوفت ريسيت عشان هذا الستارت منيو اللي انت شايفه امامك. اوكي، حنحط كود هنا 0202 بعدين 20,000. اوكي، 0202 معليش بعدين 4 أصفار. اوكي، حيودينا لبدايه اول سيد. اول سيد اول كولمن، هذا الكولمن هو الكولمن المسؤول في اول خط فيه، هو المسؤول عن السيد اللي انت تبدا فيها الجيم. يعني انا لو ضغطت ستارت الان بدايه اللعبه، لاحظوا هنا يتغير على طول، طلع لي هنا الانيشال سيد حقي AA. اوكي، A3 اوكي. فريمات اللعبه الان تبدا تمشي، تبدا تمشي الفريمات. هذا الانيشال سيد هو اللي يحدد كل البوكيمونات الاي فيز والنيتشر الموجوده. ما يحدد كل البوكيمونات بس الاي فيز والنيتشر، يعني ممكن تمسك شارمندر مودست 6 اي في بهذا السيد او الانيشال سيد اللي هو بدات فيه اللعبه. ولو انك اخذت استلمت شارمندر في نفس السيد هذا، تقدر تستلم ايضا مودست شارمندر بنفس السيد اللي انت بدات فيه هذه اللعبه. السيد هذا ما يتكرر الا بتايمينج معين، لازم تبدا اللعبه وتشوف عرض البدايه حق بوكيمون اللي هو في البدايه كامل اللي هو العرض البدايه، بعدين توصل للمنيو سكرين، بعدين توقت التوقيت حقك عشان تدخل على السيد هذا بالتوقيت.
هذا الشيء اقدر اسويه بالطريقه الثانيه اللي هي حق الفلو تايمر والايون تايمر اللي انا ما حشرحها الان، انا حشرح الطريقه العاديه. طيب لو رجعنا للعبه ودخلنا على تولز وعملنا اللوا سكريبت اللي احنا شرحناه اول، قلنا على السكريبت اللي احنا حطيناه في الجين 3 ار ان جي، قلنا عندنا اوتو فاير ريد ليف جرين ار ان جي لوا دوت لوا ال يو اي، نشغله نقول له رن، فيشتغل الان عندنا في الشاشه الفريمات البي اي دي والاي فيز حق البوكيمونات اللي تواجهها في الوايلد، النيتشر اللي انت تستلمه في الوايلد، ويوريك الفريمات اللي وصل لها اللعبه الان. لو ضغطت الان الفريمات ماشيه والانيشال سيد اللي تحدد خلاص اوريدي، يعني اي فريم هنا ممكن يكون فيه شايني لازم احنا نعرفه بالريبورتر بالبرنامج حق الريبورتر. شوف السيدز كيف ماشيه، نعمل كنترول بي نوقف، اوكي نوقف الفريمات ونوقف الفيجوال بوي ادفانس ار ار، ولما نعمل كنترول بي نمشي مره ثانيه كنترول بي يوقف، اوكي كنترول ان يمشيها فريم فريم، يعني كنترول ان كنترول ان كنترول ان اقدر امشيها خمس فريمات، كنترول انات كنترول اربع فريمات ثلاث فريمات، نقدر نحدد الفريم اللي احنا ندخل فيه او نختاره عشان نمسك فيه الشايني او نستلم فيه الشايني او ندخل فيه في الوايلد نعمل سويت سنت او اي شيء من هذا القبيل. خلاص وقت ما الان نعمل نعيد اللعبه، نعمل كنترول ار نعيد اللعبه كنترول بي عشان نمشي، لاحظ السيدز قاعده تمشي، الفريمات تمشي والسيدات اللي مو الانيشال سيد اللي هي السيدز اللي بعد الانيشال سيد قاعده تمشي ايضا، لكن الانيشال سيد ما تحدد لسه اللي هو يحدد لك كل الاي بيز والنيتشرز والحق البوكيمونات اللي موجوده في اللعبه. فننتظر الان نمشي لين السكرين حق المنيو، لاحظ ضغطنا سكرين المنيو وصلنا للستارت سكرين ما تحدد، لكن لما نضغط ستارت الان دخلت اللعبه وضغطت ستارت تحدد السيد عندي 0091، اوكي تحدد السيد 0091. طيب هنعيد مره اخيره وحندخل اللعبه بسرعه وحناخذ السيد اللي حيطلع ونحطه في الار ان جي ريبورتر في البرنامج اللي هو حق الار ان جي. دخلنا اللعبه مشينا بسرعه، انا خزنت طبعا قبل استلام الكوره، اوقف اللعبه هنا على 675 فريم، يعني ممكن في فريمات سابقه كان فيها شايني، اي ممكن كان في فريمات سابقه كان فيها شايني ما استلمنا احنا فيها. اوكي ناخذ الانيشال سيد الجديد اللي هو 587F 587F، نقفل الفيور ما نحتاجه خلاص، نروح على الفايل حقنا اللي احنا كنا نشرح عليه ونفتح الار ان جي ريبورتر. الار ان جي ريبورتر بالنسبه للفيديو هذا حنستلم شايني سكويرتل عشان عبد الله اقصد العضو سعد S33D موجود عندنا صديقنا بيحاول انه يصيد بالسوفت ريسيت شايني سكويرتل من اول صراحه في السيرفر، لكن له يمكن تقريبا 3 اسابيع الان او اسبوعين مو قادر يصيده. حنستخدم عندنا ميثودز كثير نستخدم فيها للصيد، عندنا ميثود 1 اللي هي في الاستلام، اوكي مواجهه الليجندريز حتكون مختلفة شوي، لكن ميثود 1 هي اللي حتحدد استلام البوكيمونات. هذا الشيء ايضا موجود في جنريشن 4 في جنريشن 5 في استلام البوكيمونات من ان جين جيفت او انك يكون ستيشنري بوكي بول بتحاول تاخذ منها مثل ايفي، بعدين حنشوف هذا الشيء نقدر نجيب ايفي بنفس الطريقة. طيب الان مثلا بعد ما احنا اخذنا السيت، طبعا انا نسيت ال ايش اسمه يا ربي الانيشال سيد حقنا، نروح الميموري فيور مره ثانيه ونكتب 0202 اربع اصفار ونضغط ونشوف ما حيتغير عندنا الانيشال سيد 587F، فنروح نحطه في منطقه السيد هكس 587F، نحطه عندنا هنا ونبحث عن مودست. احنا نبغى تقريبا سكويرت المودست ونبغى يكون عنده بيرفكت سبيشال اتاك وبيرفكت سبيد، نحاول قدر الامكان اذا موجود. وطبعا انا جبت الاي دي والاس اي دي، كيف اجيب الاس اي دي والاي دي؟ لازم نستخدم بي كي هكس. اوكي بعد ما نسيف قدام الكوره وناخذ السيف حقنا نفتح بي كي هكس. اوكي لازم نفتح بي كي هكس عشان نجيب الاس اي دي حقنا، ونروح الى خلاص نفتح الفايل حق السيف. اوكي نروح على الجين 3 ار ان جي، وريتكم وين السيف حقي كان في الباتري، لازم ناخذه من الباتري اللي احنا جايبينه من الجي بي اي باك اب تول اللي حيعلمكم كيف تنقل السيف حقكم من الكارتج للبي سي. وهذا السيف حق فاير ريد اللي انا فتحته قبل شوي اللي هو جو داخل اللعبه قدام البوكي بول ما استلمته الان، فحفتحه واقول له انه هذه لعبه فاير ريد.
حيجيب لي البارتي بوكس ما في شيء، اللعبه فاضيه جديده، ادخل على السيف، ادخل على البلوك داتا اوكي، واروح على انزل تحت لين ما اوصل لحاجه اسمها تي اي دي ترينر اي دي اللي هو يبدا بصفر 09789. هذا مكون من 5 ارقام دائما، لو لقيت رقم 1 مكتوب معناته قبل 4 اصفار، لو لقيت رقم 23 معناته قبل 3 اصفار، يعني 00023. هذا الرقم اللي هو 9789 لما نجيبه على الجنب كذا ونجيب الار ان جي ريبورتر ونصغر الار ان جي ريبورتر، لاحظوا الان هذا الار ان جي ريبورتر، الرقم هذا اللي هو تي اي دي 909789 اللي مكتوب على بطاقة اللاعب لما تفتح اللعبة عندك مكتوب هنا، اللي هو الاي دي هو التي اي دي 09789 09789. السكرت اي دي الاس اي دي هذا اللي ما نعرفه حنا، لازم يكون كومباينيشن الشايني حقك يكون عندك شايني فاليو بحسابات معينه بين السكرت اي دي والتي اي دي والترينر اي دي، سكرت اي دي وترينر اي دي اوكي، عشان يطلع لك البوكيمون شايني فاليو ويطلع لك ايضا الترينر شايني فاليو، يحسبوها من هذول الرقمين فقط لكل الاجزاء القادمه حتى الجينيريشن 8 نفس الكلام لسورد وشيل. عندنا الاس اي دي 051830 051830، نقلناهم وخلاص استفدنا كذا من بيكا هيكس انه احنا بس نطلع الاس اي دي حقنا عشان نعرف نقدر نشوف اذا في شايني متوفر على الفريم سيد اللي ضغطناه بعد الستارت منيو هناك في هذا السيف فايل ولا لا، اللي هو السيف فايل اللي نحسب بالاي دي والاس اي دي السيف فايل حقي، يعني هذا يجيب لي السيف فايل وهذا يجيب لي الانيشال سيد اللي هو بعد الستارت، والانيشال سيد يتغير كل ما تعيد اللعبه عشان كذا الشايني ممكن يجي في اول فريم اوكي. ندور على الشايني اونلي مودست وحطينا الستاتس اللي نبغاها، الباقي كله صفر ما يهمني، اهم شيء انه يكون بيرفكت هنا وهنا، اي ارقام ثانيه ما تهمني، ما لقى اي شيء. طيب انا يهمني في المودست انه يكون عندي سبيشال اتاك، فما يهمني السبيد كثير الان، ما لقى اي شيء مره اخرى نعمل كلير يا عمي خلاص، ما نبغى ولا شيء، نبغى اي مودست شايني في وجهنا، ولا في اي مودست شايني في الفريمات هذه. نقدر نكبل الرينج حق الفريمات، نقول مثلا 200,000 بدل 100,000 نحطها 200,000 وندور، ما لقينا ولا شيء، معناته ان هذا السيد ما في اي مودست قريب من في اول 200,000 فريم، يعني احنا قاعدين نضيع وقتنا في هذا السيد، نروح نعمل سوفت ريست ونشوف فريم ثاني اوكي، او انه نبحث عن اي شيء، يعني مثلا انا ما حطيت اي ستاتس، نبحث عن اي شيء مودست موجود شايني، ما عندنا اي مودست شايني ما في. طيب نشوف شيء ثاني، نشوف مثلا كالم نيتشر، كالم نيتشر ندور كالم نيتشر، اوبا في عندي كالم نيتشر على 5512، انا الان واقف على فريم لما نفتح اللعبه واقف على 675 اوكي. نرجع مره ثانيه 5512 حيكون كالم نيتشر الابيليتي حقه 1، يعني تعتبر 0 يعني 1 الابيليتي 1 ماي هيدن ابيليتي، الاتش بي اي فيز حتكون 6، الاتاك 8، ديفنس 29، 14 سبيشال اتاك سبيشال ديفنس 26، سبيد 2، الهيدن باور حقه حتكون فايتنج، احتماليه انه يكون نشوف هو اصلا هل يجي منه 50-50 ميل ولا 12.5 في ميل حسب بولبيبيديا نعرف، حيكون ميل، لو انه 50-50 حيكون ميل الريشو حق الجندر حقه، فاحتماليه انه يكون ميل عالي جدا، يعني انا ما ادري، ما اعتقد انه سكويرتل حيكون 75% في ميل، مستحيل، يعني حيكون يعني 50-50 ميل، حيكون احتمالية كبيرة انه هو يكون ميل. حنجيب هذا الفريم الان اللي هو 5512، نحاول نستلم البوكيمون في هذا الفريم بالضبط، ونحاول نحسب الديلاي ونزوده عليه او ننقصه منه اذا كان الديلاي ما جاب لنا اياه مضبوط. طبعا في ديلاي، والديلاي هذا هو اللي يصعب انك تجيب البوكيمون في لعبة فيها بطارية اوكي، البطارية تكون حية فيها، مثل هذه الالعاب اللي هي فاير ريد وليف جرين فيها بطارية، قدروا يعملوا طريقة يتفادوا هذا الموضوع ويفلتوا من حكاية دليل البطارية بأنهم يدخلوا بدون ما يلغوا عرض البداية، لازم تنتظر عرض البداية يجي وتجي بعدين منيو سكريم بعدين تدخل بلعبة في اللعبة نفسها بالاستخدام الجيم بوي ادفانس وتجيبه. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة حق الإيميليشن، لازم تحسب الدليل إذا أنت دخلت بسرعة للعبة أوكي. الآن أنا بحسب الدليل وخلينا نشوف اللي بيصير معنا، خلاص ما نحتاج أبدا الانيشال سيد، اللي هو سكريبت موجود الآن، بس حنعمل استمرارية للفريمات ونحاول نجيب ذاك الفريم. نستلم البوكيمون ونقول طبعا لازم نخزن قبلها أوكي، نخزن هنا شيفت ستارت أوكي، شيفت ومعلش وإف ون عشان نخزن، عندنا دائما نبدأ نعيد نبدأ نعيد نبدأ نعيد، لاحظوا نبدأ نعيد من 10,000 كل شوية، نبدأ نعيد من 10,000
عشان لو غلطنا نقدر نعمل حاجة اسمها شو اسمه سيف ستات ونرجع من الفريمات اللي قبل عشان نقدر نستلمه إذا كان في مشكلة في الديلي ونحسب الديلي مرة ثانية. نرجع مرة ثانية ونحاول نستلم البوكيمون على 5512. نمشي الفريمات الآن، نقدر نضغط مسافة عشان نمشي الفريمات، بس أحاول إني أمشيها بطريقة عادية، نمشي بسرعة أحسن باستخدام المسافة 5512، ونضغط كنترول بي عشان نوقف الفريمات 5512. اوكي وقفنا قبلها، نضغط كنترول ان كنترول ان لين نوصل ل 5512. اوكي طبعا هذا الشيء خطا، لانه المفروض تستلم البوكيمون. اوكي تستلمه وتنتظر لما يقول لك البوكيمون هذا انرجيتك. اوكي هذا الشيء ما حيجيب لك الشايني، عشان ما حيجيب لك الشايني. ليه؟ لانه الشايني يتحدد بعد ما تعمل يس. اوكي ويجيك كذا علامه حوريكم هي. نرجع مره ثانيه وندخل اللعبه الان، لازم نستلم السكوير حقنا. اهم شيء انه خزننا قبل ما نستلم عشان تقدر تغير تستلم اي شيء ثاني بفريم ثاني مثل ما تبي. لما يقول لك this pokemon is really quite energetic، اوكي لو ضغط A الان بعد هذا الدايالوج بوكس، لو ضغط A في هذه اللحظه حيتحدد كل شيء عن سكوير هذا، حيكون الشاينينس حقه، حيكون الفريمات حقه، حتكون الاي فيز حقه، حتكون كل شيء حتى النيتشر كل شيء. خلاص نمشي اللعبه الان بسرعه ونحاول نوقف عند 5512. نمشي وقفنا عند 91 مره اخرى قبل عشان نضمن انه احنا نوصل ل 5512 بأمان. هل هذا الفريم اللي نبغاه؟ نعم 5512. اوكي نرجع للعبة، نعمل كنترول الآن وبعدين نضغط كنترول هولد على الكنترول، هولد على الزد لأنه الزد هو الـ A في الـ DS والجيم بوي أدفانس SP أو الجيم بوي أدفانس العادي. اوكي هولد على كنترول وهولد على زد عشان وبعدين نضغط بي عشان تفك اللعبه ويكون اوريدي ضاغطين الاي فنستلم على طول على اول فريم. اوكي نضغط الان هولد على كنترول وهولد على زد وبعدين ضغطه على البي، استلمنا البوكيمون في هذه اللحظه. خلاص تيمات ريسيفد سكويرل فروم بروفيسور اوك. دو يو وانت تو جيف ا نيك نيم؟ نو. خلي قارق للادب يحاول يستلم البوكيمون حقه، اكيد حقه مو شايني طبعا مو زي حقي انا، اكيد كمان مو شايني لانه في ديلي طبعا. دحين الان نقدر نطفي اللو سكريبت حقنا. اوكي ونشوف وننزل طبعا ونشوف هذا البوكيمون حيكون شايني ولا لا. طبعا كان في ديلي والبوكيمون مو شايني، طلع لنا كالم نيتشر اوكي لكن ما هو شايني. فاللعبه حتوريك الستاتس حتوريك النيتشر لكن ما حتوريك الاي فيز. يا انك الان تاخذ رير كانديز وانت ما عندك في البدايه رير كانديز، يو هاف تو هاك رير كانديز انتو ذا جيم اوكي باستخدام بيكا هيكس دي يعمل لك هاكينج لاي ايتمز انت تبغاها داخل الجيم، حتى لو كانت تفتح لك ايفنتس او اي شيء، وتروح على ميتال كيد كالكوليتر وتقعد تزود الفريم الليفلز حق سكويرتل وتحط الاي فيز الاي فيز حق كل ليفل لين ما توصل للاي فيز اللي تبغاها وتطلع الاي فيز الصحيحه عشان تعرف انت وش البوكيمون اللي انت صدته، او انك تروح وش تسوي تخرج برا اوكي وتسيب اللعبه عادي. احنا عندنا سيف ستات موجود، فاحنا سيفنا الان في البطاريه على السيف حقنا عشان نعرف احنا اي بوكيمون صدنا بالضبط. فنفتح فايل الان ونروح عند الباتري اللي احنا سيفناه قبل شوي ونفتح، حيقول لك انه انت في البارتي حقك بوكس استلمت البيضه هذه، مو البيضه او البوكيمون الجفت بوكيمون، نعمل له فيو حيقول لك انه هو ليجل لانه هو جاي من اللعبه ليجل. اوكي حيكون كالم نيتشر مثل اللي قلنا، بس الستاتس حقه حيعطيك الاي فيز، ما حيعطيك حيعطيك الستاتس اللي في اللعبه البيس ستاتس 4-4 ما اعرف ايش، هذا الستاتس العاديه اللي موجوده داخل اللعبه. اوكي وهذه الاي فيز اللي موجوده، احنا نبغى الاي فيز عشان نقدر نبحث عنها في الريبورتر. يعني لما نجي نحرك الان كذا ونجي نبحث على كالم نيتشر ونشيل الشاينينس منه اوكي ونجيب الاي فيز من الاتش بي من فوق لتحت. الاي فيز حق الاتش بي 18 تاب تاب، 22 تاب تاب، 29 تاب تاب، 12 تاب تاب، 8 تاب تاب، 2. اوكي نفس الاي فيز اللي هنا نقلناها من بي كي هيكس نقلناها للار جي ريبورتر عشان نشوف احنا قد ايش كنا بعيدين عن 5512. نحفظ هذا 5512، نجهز الكالكوليتر
الكالكوليتر حقنا يكون جاهز، الفريم رقم 5512 جاهز عندنا الآن هنا يساوي خلاص هو جاهز. ونشيل علامة الشايني ونبحث عن كالم نيتشر اللي احنا جبناه، طلع 5174، يعني كان في ديلاي تقريبا. نحسب الديلاي هذا يعني احنا ضغطنا 5512 لكن في الحقيقة احنا ضغطنا 5174، معناه احنا ضغطنا بدري. اوكي يعني الفيجوال بوي ادفانس كان في ديلاي او سب ديلاي احنا نسميه دي ديلاي، يعني قبل الديلاي، تقديم مو تاخير. الان احنا متقدمين بتقريبا كم فريم نبدا نحسبها الان؟ 5512 ناقص اوكي اللي احنا طلعناه في الريبورتر 5174، 5174 اوكي نفسه 5174 يساوي احنا متقدمين ب 3008 معليش ب 338 فريم تقريبا. فنزود هذه الفريمات عشان احنا متقدمين على فريم الشايني اللي هو 5512. لما نرجع كل المعلومات هذه نعمل كلير ونبغى الكالم حقنا يكون شايني مثل ما اخترناه في البدايه حنلاقيه 5512 حنلاقي انه احنا 338 فريم متقدمين. فايش ايش نروح نسوي؟ نزود هذا النمبر على هذا النمبر على 5000 اللي هو 338 اللي جبناه الديلي على 5512 الاصلي، هيطلع لنا 5850. يعني لازم نضرب هذا الفريم في اللعبه عشان نستلم الشايني على 5512. ان شاء الله تكونوا فهمتوا يا رب. فنرجع نعمل السيف ستات حقنا، نرجع نستلم ال شو اسمه السكويرتل ونعمل رن للسكريبت. اوكي فاللعبه تمشي فريماتها ونمشي للفريم اللي احنا نبغاه اللي هو بجبناه بالكالكوليتر اللي هو 5850. اوكي بعد ما مشينا القائمه هذه ما نضغط بعدها، ننتظر لما نوصل ل 5850. اوكي نعمل كنترول، نخلينا جاهزين على الكنترول، بعدين نضغط كنترول بي على 5850. الحين الان كنترول ان كنترول ان كنترول ان لين نوصل ل 5850. هل هو ذا نفس اللي في الكالكوليتر؟ نعم نفس اللي في الكالكوليتر. نرجع للعبه، نعمل هولد على كنترول ونعمل هولد على زد ونعمل هولد على بي. الان احنا استلمنا هذا السكويرتل، تايمات ريسيفد سكويرتل، ما نبغى نسوي نيك نيم. قاري حيستلم البوكيمون البلباسور حقه، طبعا دائما غشاش ياخذ عكس عشان الافضليه ياخذ بوكيمونات افضل منك، دائما الرايفل كذا في كل اجزاء بوكيمون. الان حندخل على البوكيمون حقنا ونشوف هل هو شايني ولا لا. طلع عندي هنا كالم نيتشر شايني سكويرتل، الستاتس حقه هذه اللي هي 19 9 12 10 13 9 حيكون بالاي فيز اللي انتم شايفينها هذه، حيكون 6 8 شو اسمه ديفنس 29 سبيشال اتاك 14 سبيشال ديفنس 26 وسبيد 2. طبعا كلها ابو كلب، معليش الناتشر كله ابو، كل هذه الاشياء ابو كلب طبعا، لكن لغرض بس الفيديو انا شرحتها لكم سيئه جدا طبعا هذه. تبغى تتاكد انه هذا هو نفس اللي انت جبته في اللعبه، طبعا مثل ما قلنا نسيف ندخل على اللعبه نفسها. خلاص احنا عندنا ستيف ستات جاهز، لو تمسك اي شيء ثاني بدك تعيد اللعبه وتغير السيد وتغير كل حاجه. الان نخرج برا القائمه ونحفظ اللعبه، نعمل سيف مرتين عشان التاكيد، يعني عشان تثبت مضبوط في الباتري. بعدين نروح على فايل من بي كي هيكس، نفتح فاير ريد ونضغط اوكي، نشوف الباتل حقنا، حنلاقي النجمه موجوده، حنعمل فيو حنلاقي النجمه مره ثانيه وحيقول لك ليجل بوكيمون بالستاتس اللي احنا حسبناها في الار ان جي ريبورتر 6 8 29 14 26 2 6 8 29 14 26 2. هذا كان كل شيء. تقدر طبعا تنقل السيف باتري حقك الان على الكارترج باستخدام البرنامج اللي هو في الار 4 اللي هو جيم بوي ادفانس باك اب تول، والروم موجود اصلا، احنا اخذنا نسخه منه موجود على الكارتريج، يمديك ترجعه مره ثانيه الى ال شو اسمه الكارتريج، يمديك تلعبها الان مره ثانيه.
هذا كان كل شيء، وشكرا لكم. هذه الطريقه حق الاميوليشن في استلام جيفت بوكيمون ان جيفت بوكيمون باستخدام الار ان جي ريبورتر وميثود 1. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد تيمات من تجمع بوكيمون العربي على سيرفر ديسكورد. بالنسبه للبرامج واللوا سكريبت والاشياء هذه انا بحطها صراحه في السيرفر، تاخذوها لازم انا اعطيكم هي على السيرفر، ما نبغى يعني ينتشر هذا الموضوع الا للناس اللي فعلا يعني مهتمين جدا ببوكيمون، ولازم تعرفنا بنفسك ونشوف وش سويت وكذا وهذا. اوكي، انا نشرت هذا الشيء لغرض الفائده واعلم الناس انه كيف يسوي الموضوع. وشكرا جزيلا لكم.